طلبة الصف السادس ابتدائي، ازيك يا ابني عامل ايه؟ هنحل النهارده ان شاء الله صفحة 51 من كتاب الأضواء، اختبار على المفهوم الثاني الوحدة التاسعة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة رقم 1، أي من النسب الآلية تكافئ 4 إلى 5؟ ملي نسب 4 على 5 في الاختيارات. طبعا يا أولاد بنضرب الأول مثلا في 2، يعني 2 في 4 ب 8، 2 في 5 ب 10. هل ال 8 ال 10 موجودة؟ موجودة، اللي هي الإجابة ج، يبقى إجابتك هتبقى ج. تمام. طيب السؤال اللي بعده رقم 2، بيقول لي 9 على ال 12 بتساوي إيه على 4؟ إحنا عايزين نجيب الإيه. هنا العدد اتغير، يعني مين اللي اتغير؟ ال 12 بقت 4، اتقسمت على التلاتة، يبقى تقسم 9 برضو على التلاتة يديك 3، يبقى القيمة بتاعت الإيه ب 3. السؤال اللي بعده 3، النسبة 5 إلى 7، 5 إلى 7 تكافئ 15 إلى نقط. 5 ضربت في 3 بقت 15، يبقى هضرب 7 في 3 يبقى 21، يبقى هختار 21 يا أولاد، اللي الإجابة ج. السؤال رقم 2، أكمل ما يأتي. رقم 1، أكمل ما يأتي. هنا بيقول لي 1 على 8 بتكافئ 2 على نقط، بتكافئ ب على 3. اكتب تاني كده معايا السؤال الأول، ركز. 1 على 8 تساوي 2 على نقط، تساوي نقط على 32 بتساوي 5 على نقط. هنا الواحد بقت 2 ضرب في 2، يبقى 2 في 8 ب 16. هنا 8 بقت 32 ضرب في 4، يبقى 1 في 4 ب 4. 1 بقت 5 ضرب في 5، يبقى 5 في 8 بكام؟ ب 40. ترى الناتج 5 على 40. ده سؤال رقم 1. السؤال اللي بعده رقم 2، إذا كان ب على 3 بتساوي 10 على 15 فإن ب بتساوي نقط. عندي هنا ب على 3 بتساوي 10 على 15، أنا عايز أجيب ب. طيب اللي اتغير، 3 بقت 15 ضرب في 5، يبقى هنا أشوف الخمسة اتضربت في كام يديك 10، يبقى 5 في 2، يبقى ال ب المفروض تحط مكانها 2. ده سؤال 2. السؤال رقم 3، النسبة 6 إلى 12 تكافئ النسبة نقط. 6 إلى 12 تكافئ 1 إلى 2، لأن أنت قسمت على 6، يبقى أقول له 1 إلى 2 تكافئ النسبة 1 إلى 2. السؤال اللي بعده رقم 4، إذا كان 2 على 3 بتساوي 6 على 9، عندي قاعدة يا ولاد بتقول حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى لما أضرب 2 في 9 هتكافئ كام؟ 3 في 6. السؤال رقم 5، نسبة حدها الأول 5 والثاني 7 تساوي كام على كام يا ولاد النسبة؟ أقول له 5 على 7 اللي هي بتساوي 5 إلى 7، دي النسبة. طب رقم 3، عايزين نكمل الجدول. عندي هنا جدول موجود قدامي يا حبايبي، ركزوا. 5، ركز لما تيجي تحل على النسبة الثابتة، 5 على 6، هنا 15 على نقط، هنا نقط على 24، 35 على نقط، وهنا نقط على 54. حبايبي ركزوا، النسبة الثابتة 5 بقت يعني 15 ضربت في 3، يبقى 3 في 6 ب 18. 6 بقت 24 ضرب في 4، يبقى 4 في 5 ب 20. 5 بقت 35 ضرب في 7، يبقى 5 في 7 ب 35. 6 في 7 ب 42. 6 بقت 54 ضرب في 9، يبقى 5 في 9 ب 45. تمام؟
السؤال اللي بعده، اوقد قيمة المجهول في النسب المتكافئة حسب المطلوب. السؤال اللي عندك رقم 1 بيقول لي هنا باستخدام المخططات الشريطية، هنا 5 و3 بقت عدد على 6، عايزين نجيب العدد الناقص. تعالوا نشوف مع بعض طريقة المخططات الشريطية، هنا 5 وهنا 3 وهنا العدد 6 وهنا العدد ايه. طيب نعمل ازاي مخطط شريطي؟ هتعمل شريط وتقسمه لـ5، هتعمل شريط وتقسمه لكام؟ لـ5. شريط اهو قسمه لـ5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. شريط برضو هتقسمه لـ3، 1 2 3. طيب ايه اللي حصل هنا؟ الـ6 عبارة عن 3 في 2، يبقى الواحد لما يتضرب في 2 هيديك 6. يعني الشريط اللي عندك نفس الشريط، وهتكتب هنا 2 2 2، هنا تعمل نفس الشريط برضو اللي انت عملته هنا، 1 2 3 4 5، وتقول 1 في 2 ب2، 1 في 2 ب2، 1 في 2 ب2، 1 في 2 ب2. طيب 2 في 5 تبقى بكام؟ تبقى ب10. يبقى هنا 2 و2 و2 اللي عددهم كام؟ 10. يبقى الايه قيمتها ب10. يبقى 3 بقت 6 اتضربت في 2، 5 اتضرب في 2 تبقى 10. يبقى دي الطريقه يا اولاد، لانه قال لك طريقه الشريط يبقى اعملها كده. مخطط شريط سهل جدا، بتعمل من بس النسبه بتاعتك اللي هي 5 على 3 اهيت. حبيبي بص كده، مش 5 على 3 وهنا ايه على 6، اكتب 5 وهنا 3 وهنا ايه و6، بسيطه خالص اهي، ما تستعبش الامور. يعني تعمل الشريط وتقسمه 5 اجزاء وتكتب كل جزء 1 1 1 1، وهنا الشريط تقسمه 3 اجزاء وتحط 1 1 1. بعد كده الـ6 عباره عن 3 في 2، صح؟ نفس الشريط تنقله هنا ونفسه هنا، بس الواحد ده شوف اتضرب في كام؟ ها؟ الـ3 اتضربت في كام؟ تبقى 6 اتضربت في 2، يبقى الواحد برضه اضربه في 2، الواحد ده في 2 وواحد ده في 2. هنا الواحد ده برضه نفس اللي جرى هنا يجرى فوق، 1 في 2 1 في 2 1 في 2، ويطلع ناتج ب10، تقول له في الاخر الايه بتساوي 10. كده انت خلصتها. بس دي طريقة المخطط الشريطي سهلة جدا، ها؟ تعالوا برضه نعمل نفس الفكرة المرة دي باستخدام خط الأعداد المزدوج، طريقة اسمها خط الأعداد المزدوج. نعمل فيها النسبة كانت 2 إلى 3 أدت إلى 6 إلى ب. إيه هو بقى مخطط اللي بيقول عليه ده؟ اللي هو خط الأعداد المزدوج. يعني أنت بتعمل خط للأول وخط للتاني. الأول اللي عندك هنا النسبة 2 إلى 3 وهنا 6 إلى ب. طيب هتعملها ازاي؟ هتعمل خط بدايته بصفر وانت ماشي، افهم معايا الطريقة عشان تبقى شاطر. اعمل خط كده واعمل خط تحتي تاني. الخط ده بيمثل النسبة الأولانية اللي هي 2، ماشي يا حبيبي؟ بص كده، اعمل هنا ايه؟ 0 كده. زود 2 بقى، مش هي النسبة 2 إلى 3، زود 2، 0 2 4 6 8، وانت ماشي. بعد كده نفس الطريقة، بس هتكتب هنا 2 إلى 3 اهي، 2 بيقابلها 3. طب الـ3 ها هزود عليها كمان 3، ما انا ماشي بزود 3، تبقى هنا 6، زود 3 تبقى ايه 9، زود 3 تبقى 12. طب انت عايز مين؟ الـ2 كان مين بيقابلها؟ بيقابلها 3. طب الـ6 هيقابلها مين؟ الـ9. خلاص، يبقى البي اللي هي بتمثل 9، يبقى 2 إلى 3 يبقى 6 إلى 9، بس كده خلصت. يبقى تقول له كده إن البي بتساوي 9. شوف سهلة إزاي؟ يبقى طريقة المضاعفات يعني بتضاعف، أنت بدأت بالصفر وتزود كل مرة 2 وأنت ماشي، وهنا تزود 3، 0 3 6 9، وشوف الـ6 بيقابلها مين على النموذج خط الأعداد المزدوج. ده استخدام خط الأعداد المزدوج، الطريقة دي سهلة جدا في الحل. بسيطة خالص اهي. تعال نشوف بقى المسألة اللي بعدها. ماشي، هنا بيقول لي يزرع فلاح 5 أشقار في 8 أمتار مربعة من الأرض، احسب المساحة اللازمة لزراعة 10 أشجار و15 شجرة و50 شجرة باستخدام جدول النسب.
طيب بص معايا، انت الموضوع بسيط جدا، بتشوف الجدول الثابت اللي عندك كام بكام وبناء عليه بتحل، يعني مقدار تغير بسيطة جدا يا ولاد. هنا الخمسة، عدد الأشجار خمسة والمساحة كانت 8. طيب لو انت هتزرع 10 يبقى المساحة قد ايه؟ تقول 5 × 2 × 10 يبقى 2 × 8 × 16. طيب لو هتزرع 15، الخمسة بقت 15 اتضربت في 3 يبقى 3 × 8 × 24، كاتب هنا 24. طيب اللي بعدها لو هتزرع 50، 5 × 10 = 50 يبقى 8 × 10 = 8، هتزرع على مساحة 80 متر مربع. بس دي فكرة حل المسألة.